اختتمت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 2016، والذي نفذته عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية بمنطقة التدريبات المشتركة بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمنطقة العلمين، والذي يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين بهدف تعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة. تضمن التدريب العديد من البيانات العملية والأنشطة التدريبية الغير نمطية لمهام الوحدات الخاصة. وإدارة أعمال القتال داخل المدن ومكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن والمحتجزين بمعاونة القوات الجوية وعناصر الدعم. وتضمنت فعاليات المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية لاقتحام قرية حدودية تسيطر عليها مجموعات إرهابية مسلحة، وتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الروسية من طائرات النقل والهليكوبتر. وتنفيذ الإسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال المدرعة من طراز BMP، وذلك باستخدام المظلات الهوائية للمرة الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وبمشاركة طائرات النقل المصرية من طراز C-130 لإسقاط العبوات والاحتياجات الإدارية المختلفة. وقامت العناصر الخاصة من وحدة مقاومة الإرهاب المصرية والروسية بتنفيذ الكمائن والإغارات، اقتحام أحد المنشآت التي تحصنت بها العناصر الإرهابية المسلحة. وقد أظهرت المراحل المختلفة للتدريب المستوى المتميز للعناصر المشاركة من الجانبين في تنفيذ المهام ذات الطبيعة الخاصة التي يكلفون بها تحت مختلف الظروف. حضر المرحلة الختامية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من المراقبين والملحقين العسكريين بعدد من الدول الصديقة والشقيقة.